بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي الطلاب، نواصل في درسنا طبيعة العلم، ونتذكر ما تحدثنا عنه في الحصة السابقة، حيث ذكرنا أن هنالك طريقتان لحل المشكلات العلمية، إما عن طريق البحث الوصفي أو البحث التجريبي، وذكرنا الفرق بينهما أن البحث التجريبي يعتمد على التجربة، بينما الوصفي أو البحث الوصفي يعتمد على الملاحظات. حدثنا أيضا عن الطرائق العلمية بصورة عامة، وذكرنا نموذج بعض الطرائق، أو بالأصح تحدثنا عن الخطوات الأساسية التي يتبعها الباحث بأي كان الطريقة التي سيستخدمها في حل المشكلة العلمية. هناك خطوات ثابتة. تحدثنا عن البحث الوصفي بالتفصيل، وذكرنا خطوات البحث الوصفي الثلاث، وتحدثنا أيضا عن أهمية الأجهزة والمواد والنماذج في البحث الوصفي، سواء أثناء إجراء البحث أو خلال عرض نتائج البحث. تحدثنا أيضا عن أهمية القياسات العلمية وتحويل الملاحظات التي نلاحظها ووصفها عن طريق الأرقام الذي يفضل على الكلمات. في الحصة السابقة تحدثنا أيضا عن طرق تسجيل البيانات، وكيف نسجل البيانات، وما أهمية تسجيل هذه البيانات، كيف نستخلص نتائجنا من هذه البيانات، وذكرنا أنه من المهم أن نتواصل بنتائج تجاربنا مع علماء آخرين، ومن ثم ننشر نتائج هذه البحوث أو هذه الاستقصاءات. اليوم نتحدث بشيء من التفصيل عن البحث التجريبي، والذي ذكرنا أنه يختلف عن البحث الوصفي بأنه يعتمد على التجريب، فالتجريب طريقة أخرى لحل المشكلة العلمية، يعتمد على التجربة. وقبل أن نتحدث عن البحث التجريبي، أريدك عبد الطالب أن تطلع على دليل الطالب لتصميم تجربة، كيف تصمم تجربة حتى تقوم ببحث تجريبي، لأنها هي الأساس في إجراء البحوث التجريبية. طيب، اختيارك للموضوع نفسه لازم يكون موضوع شيق تحبه حتى تنجز فيه، لأن العمل سيكون في هذا الموضوع أكثر متعة وأكثر إثارة بالنسبة لك. يجب أن يكون الموضوع الذي تختاره في مستواك المعرفي، يعني لا تذهب إلى مواضيع تحتاج منك المعلومات كثيرة لم تتحصل عليها بعد في الوقت الراهن بالذات، وأنت في فترة الدراسة، وحتى لا تحس بالإحباط، وبالتالي إذا لم تتمكن من إكمال تجربة كانت صعبة جدا، هذا سيحبطك وسيجعلك تفقد إصرارك على إجراء البحوث، ومن الممكن أن تبتعد تماماً عن إجراء بحث طيلة الحياة. أيضاً لابد أن تتأكد من وجود الأجهزة، وأن لك الإذن والحق في استخدامها، ولك المهارات الكافية لاستخدام مثل هذه الأجهزة، وكل هذه الأشياء حتى لا نضيع وقتنا الثمين في شيء نحن لسنا قادرين عليه. الكلام هذا ليس تطبيق لهمتك، ولكن بداية حتى تدرب نفسك على الاستقصاء، ابدأ بما تقدر عليه حتى تكسب وقتك في شيء تستطيع إكماله، فالتجربة يجب أن تكتمل حتى تكون دافعا لك إلى الأمام. إذا نستخدم التجريب لحل المشكلة العلمية، في هذه الحالة نسمي هذا النوع من البحوث البحث التجريبي، وهو يساعدنا على الإجابة عن الأسئلة العلمية من خلال تجربة، وضمن حالات قابلة للتحكم والضبط، يعني التجربة لازم أكون قادر على ضبطها والتحكم فيها. ولو عدة خطوات هي خطوات البحث التجريبي، بالتأكيد عزيزي الطالب
عندما نتحدث عن خطوات البحث التجريبي، أنت اخترت موضوع، هذا الموضوع يحتاج لتجريب. تجريب لماذا؟ لماذا نجرب؟ بالتأكيد حتى نثبت شيء ما. طيب ما الذي سنثبته؟ ما سنثبته هو توقعنا. لذا في بعض الأحيان نسمي البحث التجريبي بالبحث الذي يجيب عن الأسئلة العلمية هنا من خلال التجريب، أو اختبار الفرضية. لذا من الشيء من المهم جدا أن تكون هنالك فرضية أو توقع معين لديك، أو عدد من التوقعات، تختبر اختبارات أو تجرب تجارب معينة لتثبتها أو لتنفيها، وهذا هو البحث التجريبي على مستواه المختصر. طيب، إذا أهم بداية للتجريب هي افتراض الفرضية. إذا نجد أن خطوات تبدأ بتكوين فرضية، والفرضية هي توقع أو عبارة قابلة للتجريب أو الاختبار. ولتكون فرضية عليك أن تستخدم، لا بد حتى تكون فرضيتك مو على أي أساس ومجرد تخمين بيجي على بالك أو اقتراح تهواه في نفسك، لا، لا بد أن يكون لديك دراية كاملة بالموضوع. ونحن نتحصل على الدراية الكاملة بالموضوع من المعرفة السابقة أو المعلومات الجديدة المتوفرة لدينا من ملاحظاتنا في الحياة. فبالتالي التوقع الذي نسميه فرضية يحتاج إلى معرفة سابقة ومعلومات جديدة أو أي ملاحظات تلاحظها. فالفرضية هي توقع أو تعبير قابل للاختبار، وكلمة الاختبار هنا تعني قابل للتجريب. الشيء الثاني، قلنا ماذا نستخدم حتى نكون قادرين على التوقع ووضع الفرضية؟ ممتاز، من المنتبه معي؟ أيوة ممتاز، نحتاج إلى المعرفة السابقة والمعلومة الجديدة. طيب، خلاف الفرضية نحتاج لشيء يسمى المتغيرات، وهذا هو مربط الفرس فيما سنتكلم عنه اليوم. ركز معي على القارب. المتغيرات في التجارب بنتعامل معها واحدة واحدة كل مرة. طبعا سأشرح لك بالأمثلة لأنه بالمثال يتضح المقال، لكن قبلها نعرف أن المتغيرات سنتعامل مع المتغيرات واحدة واحدة، لن نتعامل مع أكثر من متغير. طيب، وهذا يعني أن المتغير مضبوط أو يمكن التحكم فيه، يعني ممكن أجعل ثابت أو أغير فيه. عشان أمدت وتفهم معنى المتغيرات، إذا بنجري تجربة مثلا على مخلوق حي معين ونريد أن نسجل مثلا ملاحظاتنا على تأثير درجات الحرارة المختلفة على نشاط هذا المخلوق، فرضنا جبنا مخلوق معين، حشرة معينة أو أي شيء، وضعناه في صندوق زجاجي وعرضناه لدرجات حرارة مختلفة. أيوة، ركز معي، نعرضه لدرجات حرارة مختلفة. طيب كيف نعرضه لدرجات حرارة مختلفة؟ معناه سأتحكم في درجات الحرارة، استخدم جهاز يوصل درجات حرارة مختلفة. إذا لدي جهاز أستطيع أن أتحكم في درجات الحرارة وأثبتها لفترة معينة عند درجة حرارة معينة، وأغيرها بعد فترة في درجة حرارة أخرى، هذا نسميه متغير. طيب، عندما أريد أن أقيس تأثير درجة الحرارة على نشاط هذا المخلوق، لا بد أن تكون في جميع مراحل التجربة، المرة الأولى جعلت درجة الحرارة مثلا 25 درجة ورفعتها إلى 30 ثم 45 ثم إلى وهكذا لملاحظة التجربة، وفي ممكن أخفضها بدلا من 25 أوصل إلى 10 درجات وإلى 0 درجة وإلى تحت الصفر. لكن في كل مرة أغير درجة الحرارة، بقية الأشياء الأخرى التي يمكننا تغييرها أجعلها ثابتة. زي إيش؟ مثلا الرطوبة، ما عرض درجة الحرارة 25 درجة مئوية والرطوبة تكون قليلة وأذهب لأغير الرطوبة في المرحلة الثانية من التجربة عندما أغير درجة الحرارة إلى 40 مثلا. في هذه الحالة سيكون التأثير ليس تأثير تغير درجة الحرارة فقط، ولكن بالإضافة إلى درجة الحرارة سيكون للرطوبة تأثير في هذا التغير الذي سيحدث للمخلوق الحي.
إذا وضحت المتغيرات، يمكن أن يكون في تجربة واحدة لدي أكثر من متغير يمكن أن أغيره، لكن عندما أجري التجربة أغير متغير واحد. طيب المتغير الذي سأغيره أنا أستطيع التحكم فيه يتغير أثناء التجربة أكثر من مرة نسميه متغير مستقل، وسأشرح لك عزيزي الطالب لماذا سميناه مستقل عندما نقارنه ببقية المتغيرات الأخرى. إذا لدي متغير يسمى المتغير المستقل، ولدي متغير آخر يسمى متغير تابع. واضح من الأسماء أن التابع يتبع للمستقل، بمعنى أنه عندما يتغير المتغير المستقل يتغير تبعا له التابع. في المثال الذي ذكرته لك عزيز الطالب، المتغير المستقل الذي أغيره أنا بيدي، أو إذا كنت أنت من يجرب ستغيره أنت بيدك، هو درجة الحرارة. أما المتغير التابع فهو نشاط المخلوق الحي الذي سيتغير بعد تغير درجة الحرارة. هناك متغيرات زي ما قلت سأجعلها ثابتة، لن أمسها حتى أجعل التجربة موضوعية. تتذكر لما تحدثنا عن الموضوعية، إذا في أي لحظة غيرت شيء سيكون علي إعادة التجربة مرة أخرى. الأشياء التي أجعلها ثابتة مثل الرطوبة ودرجة الرطوبة والإضاءة وغيره من المتغيرات الأخرى، هذه نسميها الثوابت أو المتغيرات التي تظل ثابتة خلال التجربة. إذن أعطيك مثال آخر قبل أن أظهر لك التعريفات حتى تكون واضحة الصورة إليك. إذا طلب إليك، وهذه التجربة سنتناولها بالتفصيل بعد قليل، إذا كان هناك شركتان تنتجان مضاد حيوي، المضاد الحيوي هو نوع من الدواء الذي يستخدم لعلاج الأمراض التي تسببها بعض المخلوقات الحية التي تحدثنا عنها في الصف الثاني قبل ذلك. طيب إذا كان طبعاً أذكر إنه إذا طلب منك ذلك لابد أن تكون دقيق في معلوماتك، أي العقارين أو أي الدوائين أو أي المضادين الحيويين يقضي على كمية أكبر من البكتيريا. بالتالي معنى ذلك كيف ستخطط لهذه التجربة؟ فكر معي. نعم ستختار نوع من البكتيريا محدد يكون نفس النوع، يعني ما أسمي العقارين مثلاً ألف وباء، حق الشركة ألف حق الشركة باء. ما ممكن أجيب نوع من البكتيريا للشركة ألف والشركة باء، بالتالي ما كان كذا مو تجربة، لابد أثبت نوع البكتيريا وهذه من الثوابت. أيضا لازم أثبت الرطوبة وأثبت درجة الحرارة، هذه كلها ثوابت، أثبت الإضاءة، أثبت كل شيء ما عدا أغير شيء واحد في التجربة. كميات البكتيريا ويكون نفس الكمية، حتى الكمية حق البكتيريا تكون ثابتة، واحد منها أحوض على العقار ألف والثاني أحوض على العقار باء، وشوف التغيير في النمو. النتيجة التي ستحصل عليها البكتيريا من المفترض أن تستمر في النمو، العقار الذي سيحيد من نموها أكثر هو الحر. هذه هي الفكرة. إذن من هذا الكلام كيف أحدد متغيراتي؟ طبعاً ذكرنا الآن إنه كل العوامل الثانية أو المتغيرات الثانية ثابتة، هذه متغيرات ثابتة لأنه أنا باستطاعتي أغيرها لكني ثبتها وجعلتها ثابتة. المتغير المستقل على طول لما تسأل دائماً من أي تجربة ما هو المتغير المستقل فيها، فكر ما الشيء الذي ستغيره أنت بيدك، ما الشيء الذي تتحكم فيه لتغييره. فالمتغير المستقل هنا هو نوع المضاد الحيوي، هل هو ألف ولا باء، هذا الشيء الذي أتحكم فيه أنا وأغيره. طيب ما الذي يتغير بسبب تغييري للمتغير المستقل والمتغير التابع؟ هو إيش؟ معدل نمو البكتيريا. معدل نمو البكتيريا ممكن أن يكون العقار ألف هو الذي يقلل من نمو البكتيريا أكثر ويكون هو الأفضل، أو العكس يكون العقار باء هو الذي يقلل من نمو البكتيريا أكثر فنعتمده هو الأفضل. طبعا بعد إعادة التجربة أكثر من مرة، لأنه مو معروف أن يكون في خلل في بعض الظروف، طيب نتكلم عنها لاحقا عملية إعادة التجربة هذه والغرض منها. إذا المتغير المستقل عامل يتغير مع الزمن خلال التجربة، وكما قلنا نحن من نجري التجربة نتحكم في تغييره. أما المتغير التابع العامل الذي يتم قياسه أثناء التجربة مثل نمو البكتيريا، عامل المتغير المستقل مثل نوع المضاد الحيوي، بينما المتغير التابع مثل نمو البكتيريا. وفي المثال الذي ذكرته في الأول المتغير المستقل
ودرجة الحرارة لأننا نغيره بيدنا. أما المتغير التابع فهو نشاط المخلوق الحي الذي اخترته من عليه التجربة. وطبعا المتغير الثابت واضح، وأي عامل من العوامل يبقى ثابت دون أن يتغير خلال التجربة. عزيز الطالب، هذه الثلاثة أشياء مهمة جدا أن تميزها، هي لب ما سنتحدث عنه. إذا فهمت هذه فأنت قد قطعت أكثر من 90% مما سنتحدث عنه في هذه الحصة. ركز معي تماما، وإذا لاحظت أنك لم تفهم شيء أو حسست أن شيئا قد غاب عنك أثناء شرحنا، قبل أن تواصل ارجع مرة ثانية وتابع ما قلته خطوة بخطوة دون أن تنقص منه شيئا ولا تسهو من شيء، من ثم تقدم معنا إلى الأمام في الحصة. حتى بعد أن تنتهي الحصة يمكنك الرجوع مرة ثانية لمراجعة هذا الدرس، وبالذات ركز على هذه الجزئية التي تحدثنا عنها الآن. طيب، عندي شيء ثاني اسمه العين الضابطة، هذا هو الشيء الثاني. إذا ذكرنا من الأول الأشياء الثلاثة، قلنا الفرضية والمتغيرات، الآن تحدثنا عن المتغيرات بالتفصيل. الشيء الثالث العينة الضابطة، وهذا ليس بالشيء الجديد عليه، كانت تسمى في الصف الأول العينة الضابطة وفي الصف الثاني أيضا العينة الضابطة درستها. هي عينة تعامل مثل باقي المجموعات التجريبية ولا تتعرض لأثر المتغير المستقل. طيب، حتى أوضح لك العينة الضابطة، في تجربتنا السابقة قبل قليل حقة المضاد الحيوي، تتوقع إيش ممكن نجعله عينة ضابطة؟ ممتاز، نأتي بعينة لها نفس مواصفات العينتين اللتين استخدمنا معهما المضاد ألف والمضاد باء، ولكن هذه لا نضيف إليها أي واحد من العقارين ولا نضيف إليها أي شيء، نتركها تنمو على طبيعتها. طيب، ما الغرض من ذلك؟ حتى نقارن نتائجها بنتائج العينات التي تعرضت لأثر المتغير المستقل. يعني في مثالنا واحدة من العينات، عينات ثلاثة متشابهة في كل شيء ثبتنا عليها الثوابت كلها، الأولى عرضناها للمتغير المستقل اللي هو العقار أو المضاد الحيوي ألف، والثانية عرضناها للمضاد الحيوي باء، والثالثة لم نعرضها لأي واحد من المتغيرات المستقلة، بالتالي هي ستنمو على طبيعتها. والغرض منها ممكن يكون واحد من، إذا أخذنا مثالنا هذا كنموذج، يمكن أن يكون أحد العقارين لا يؤثر أصلاً، فإذا نمت عينة هذا العقار بنفس المستوى التي لم نعرضها لأي عقار، فبالتالي معناها هذاك ليس له فائدة أصلاً. يمكننا أن نقارن متى درجة فعالية أي من العقارين بالنظر إلى العينة الضابطة أو بالمقارنة بالعينة الضابطة. هذه هي العينات الثلاثة، واحدة عرضناها للمضاد الحيوي ألف، والثانية عرضناها للمضاد الحيوي باء. زي ما قلنا اخترنا مضادين حيويين في نمو البكتيريا، متغير المستقل هنا تنوع المضاد الحيوي. أضيف في بداية التجربة المضادان الحيويين مختلفان إلى الطبقين المستويين على البكتيريا ألف وباء، وتذكر عزيز الطالب أن كمية البكتيريا متساوية في الأطباق الثلاثة، بقية العوامل الأخرى من درجة حرارة ورطوبة وغيرها من العوامل الثابتة لا نغيرها، فقط ما نغيره هو نوع المضاد الحيوي. طبعا لم يضف أي مضاد حيوي إلى طبق العينة الضابطة. افتح في كتاب صفحة 32 ستلاحظ نتائج التجربة أمامك في الصورة في آخر الصفحة على اليسار. فالملاحظ هنا أنك يمكنك أن تستخلص النتائج على حسب ما تراه في الصورة، تستخلص نتائج تتعلق بأثر المضادات الحيوية في البكتيريا اعتمادا على هذه النتائج التي رأيتها أمامك. مرجع المتغير التابع، وهذا ما سأطلبه منك دائما عند ذكر أي تجربة، المتغير التابع هو نمو البكتيريا في تجربتنا هذه، أما المتغير المستقل فهو نوع المضاد الحيوي، بينما المتغير الثابت بقية العوامل التي لم نغيرها بيدنا أبدا وتركناها ثابتة كما هي. النتيجة إذا لاحظت الصورة في صفحة 32 هي أن المضاد الحيوي ألف له تأثير، والمضاد الحيوي باء تقريبا زيه زي العينة الضابطة في النمو فليس له تأثير.
إذا تذكر ما هي العين الضابطة؟ تذكر عادة الطالب أنك لن تكون تجربتك صحيحة ما لم تستخدم عين ضابطة. ما هي العين الضابطة؟ هي العين التي تعامل مثل باقي المجموعات التجريبية باستثناء المتغير المستقل لا يطبق عليه. طيب أنت عادة الطالب الآن شفت الخطوات، كونت فرضية، خططت للتجربة، ولكن قبل أن تبدأ في تنفيذها قدم نسخة من خطتك لمعلم أو للمشرف على راجع معلم خطة التجربة أكثر من مرة. لماذا يجب أن يراجع المعلم؟ للتأكد من أن التجربة تتناسب مستوى الطلاب المعرفي وقدراتهم. هذا يجب التخطيط قبل أن نبدأ، وأنه يمكن إنجازها بوقت محدد. إذا في ملاحظات سيذكرها لك المعلم أو المشرف عليك وينبهك لإرشادات الأمن والسلام. طيب إذا الثلاث أشياء نتذكرها مرة ثانية اللي ذكرناها في الأول من خطوات البحث التجريبي: الفرضية والمتغيرات، ضبط المتغيرات، يعني المتغيرات قابلة للضبط، العين الضابطة. الشيء الرابع عدد المحاولات التجربة، والغرض من عدد المحاولات لا بد أن تنفذ تجربتك عدة مرات لأن النتائج تختلف في كل محاولة. بعد كذا بنجد المحاولات المتقاربة هي الأصح، وإذا كان رقمية هي القياسات الرقمية أستطيع أن أجد لها المتوسط وأكون بالتالي حصلت على نتائج صحيحة. بعد التحصل على النتائج لا بد أن أحلل هذه النتائج بتحليلنا للبيانات ونحدد هل هذه النتائج دعمت فرضيتنا ولا لا، هل حصلنا منها على معلومات قيمة. طبعا عدد الطالب تتذكر بعد أن نحلل النتائج ونصل إلى الاستنتاج ماذا نفعل؟ ممتاز، نأخذ النتائج ونضعها في الدرج. نعم نتواصل مع المعلم والزملاء ونسمع أفكار جديدة، وهذا بمثابة تواصل العلماء بنتائج تجارية. طبعا ربما عمل هذان العالمان تداخل الصورة أشهر وسنوات ليجدوا أفضل تصميم تجريبي لاختبار فرضية ما. إذا التخطيط الجيد مهم جدا، لازم نخطط تخطيط جيد للتجربة قبل البدء فيها. افتح الكتاب صفحة 31 عشر الطالب وتابع معي مادة الإجراء العلمي ومقارنة بين البحث الوصفي والبحث التجريبي، هي بمثابة مقارنة ستكون ملخص لك لتكوين الأفكار وترتيبها. قلنا إذا لاحظت الصورة الأولى يتبع العلماء عدة خطوات لحل المشكلات العلمية، فيقومون حسب نوع المشكلة بالبحث الوصفي أو البحث التجريبي، اختيار نوع البحث نفسه على حسب نوع المشكلة، وتكلمت عن هذا في بداية حديثي عن البحث الوصفي. طيب إذا استخدمنا البحث التجريبي بالتأكيد ستكون هناك ظروف مضبوطة توضح الصور التالية: خطوات البحث التي يتم تنفيذها لتحديد مواصفاته. أول خطوة هي جمع المعلومات السابقة، وهذا ما تحدثت عنه الآن، إنه نحن إذا نفترض فرضية في البحث التجريبي نعتمد على المعلومات السابقة والمعلومات الجديدة، وأيضا في البحث الوصفي نعتمد على المعلومات السابقة بالإضافة إلى ملاحظاتنا. طيب لاحظ في الصورة باء، يمكن التجريب للإجابة عن بعض الأسئلة. هذا العالم يجمع عينة من المياه العالمة في المختبر. أما البحث الوصفي إذا لاحظنا هذا العالم يصف مظهر عينة الماء، هذا المظهر فقط من غير أن يجري عليه أي خطوات تجريبية. يسجل العلماء ملاحظاتهم حول مظهر عينة الماء بعد أن جمعت. أما التجريب يجب تحليل البيانات بدقة في الصورة دال بعد استكمال التجارب والملاحظات، ويستمر فن المختبر يستخدم الحاسوب وأجهزة أخرى لتحليل البيانات، وبالتالي أو بعد ذلك يعيد التجربة أكثر من مرة حتى يتأكد من نتائج التجارب. طيب عزيزي الطالب، خذ فرصة دقيقة لحل هذه الأسئلة: العلم، التقنية، وأهم ثلاث مهارات يستخدمها العلماء
وأكمل يتم تنظيم البيانات في عدة صور منها كذا وكذا. بحث تنقسم طرق البحث إلى نوعين، الأول يعتمد على كذا والثاني يعتمد على كذا. المصطلحات عندك ثلاث مصطلحات، وسؤال علمي مهم جدا في العلوم، يلجأ كثير من العلماء إلى البحث الوصفي عند دراسة مشكلة ما. ما هو السبب؟ يستخدم العلماء في جميع أنحاء العالم النظام الدولي لوحدات القياس. ليش ما كل واحد يستخدم نظام القياس اللي يشوفه هو مناسب له أو المستخدم في دولته؟ أجيب على هذه الأسئلة خلال دقيقة. نعم عبد الطالب، أتمنى أن تكون إجاباتك صحيحة. العلم أسلوب لفهم العالم من حولنا، أما التقنية فهي تطبيق العلم لصناعة منتجات. أهم ثلاثة مهارات يستخدمها العلماء قلنا هي القياس والملاحظة والمقارنة. يتم تنظيم البيانات في عدة صور، منها الجداول والرسوم البيانية كمثالين، وغيرها الرسوم التوضيحية وشكل فقرات. تنقسم طرق البحث العلمي إلى قسمين، وصفي يعتمد على الملاحظة، تجريبي يعتمد على التجربة. مصطلحات خطوة يقوم بها العلماء بعد ظهور النتائج هي التواصل، مهمة جدا، لا نجعل بحوثنا حبيسة المكاتب، لا بد أن نتواصل بها مع الآخرين. عدم التحيز من نتائج معينة، ضمن هذا نسميه الموضوعية، فالتحيز والموضوعية مصطلحان عكس بعضهم البعض في الاستخدام العلمي. توقع أو عبارة يمكن اختبارها هي الفرضية. سؤال التعليل، يلجأ كثير من العلماء إلى البحث الوصفي لدراسة مشكلة ما، قلنا السبب لصعوبة إجراء التجارب. ويستخدم العلماء في جميع أنحاء العالم النظام الدولي لوحدات القياس، قلنا الغرض الأساسي ليسهل فهم نتائج البحوث ومقارنة بعضها ببعض، وحتى لا يكون هناك اختلاف بين العلماء في الوحدات ويكون هنالك لبس، فاتفق على تكون هذه الوحدات هي النقطة الأساسية التي يمارسها العلماء أو يستخدمها العلماء في إجراء تجاربهم. صل الكلمات المناسبة بالعبارات التالية. نصف دقيقة أمامك عزيز الطالب لتأتي وتقوم إجابتك من خلال الإجابات الصحيحة. وركز على ما أخطأت فيه. عامل يتغير خلال التجربة، ما الذي يتغير؟ نحن نغيره من الكويت المستقل، لأنه لا يتأثر بالعامل الآخر، سمي مستقل لأنه لا يتأثر بالعامل الآخر. تواصل، يجيب عن الأسئلة العلمية من خلال الملاحظة والبحث الوصفي قبل قليل ذكرناه. أما البحث التجريبي يجيب عن الأسئلة العلمية من خلال اختبار الفرضية، والعين التي لا تتعرض لتأثير المتغير المستقل وتستخدم للمقارنة هي العين الضابط. بالتأكيد أتوقع أن الجميع أجاب الإجابة الصحيحة. الواجب عزيز الطالب صفحة 43، تصور الأفكار الرئيسية، الخريطة المفاهيمية. أسأل الله لكم التوفيق جميعا، وإلى لقاء في الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.